حين يذكر اسمه أمام أي شخص لا بد وأن تتبادر إلى ذهنه تلقائيا أدوار الشر التي اشتهر فيها، وخصوصا تلك التي جسدها في المسلسلات الشامية والتي تحكي قصص البيئة الدمشقية القديمة مثل ليالي الصالحية وباب الحارة، حيث لمع نجمه بتلك الأدوار من خلال شخصية المخرز والإدعشري، على الرغم من أنه قدم العديد من الأدوار المنوعة المختلفة عن الشخصية الشريرة، لكن يبقى تأثير هاتين الشخصيتين كبيرا لدى المشاهدين. في الحقيقة أن الممثل السوري بسام كوسا يعتبر جوكر الدراما السورية بحسب النقاد والإعلاميين والمخرجين السوريين، فهو قادر على أن يقدم أي دور ببراعة متقنة وبأسلوب خاص وفريد لا يمكن لغيره أن يقوم به. ولد الممثل السوري بسام كوسا في مدينة حلب في 8 نوفمبر عام 1954. تلقى تعليمه في كلية الفنون الجميلة في سوريا. عمل في بدايته في المسرح الجامعي، فطغت على حياته موهبة التمثيل وظهرت جلية لكل من تابع أعماله المسرحية الجامعية، فكانت تلك الأعمال هي جواز السفر الذي أوصله ليشارك في أولى أعماله التمثيلية السينمائية عام 1982 في فيلم قتل عن طريق التسلسل، والذي جمعه حينها بنجوم التمثيل في سوريا مثل منى واصف ورفيق السبيعي ونادين خوري وعباس النوري. من ثم حصل كوسا على جائزة أفضل ممثل 3 مرات عن أفلامه الكومبارس في عام 1993 والمتبقي في عام 1995 وتراب الغرباء في عام 1997. توالت أعمال بسام كوسا الذي أصبح هدفا للمنتجين والمخرجين، حتى خطف النجومية من خلال مسلسل الفصول الأربعة عام 1999 بدور نجيب، من ثم البطولة المطلقة في مسلسل الخوالي في عام 2000، حيث برع بتقديم شخصية نصار ابن عريبي. بعد النجاحات الكبيرة التي حققها مسلسل الخوالي والتعاطف الكبير مع شخصية نصار ابن عريبي، استطاع بسام كوسا أن يصبح من أبرز الأرقام الصعبة في الساحة الدرامية السورية، فشارك بالعديد من الأعمال البعيدة عن البيئة الشامية مثل الزير سالم وأبناء القهر، ومن ثم عاد وأطل في مسلسلات البيئة الشامية من خلال ليالي الصالحية في عام 2004، والذي قدم فيه دور المخرز، وهو دور رجل شرير يحاول الاقتصاص من ابن عمه عمر، بعكس شخصيته في الخوالي وهي شخصية الشاب الثائر. فكشر كوسا عن أنيابه في دور الشر وحصد النجاحات الكبيرة بدوره. نجح كوسا في أدوار الشر الدمشقية، وأجبر المخرج السوري بسام الملا للاستعانة فيه من جديد في مسلسل باب الحارة الجزء الأول الذي تم تقديمه في عام 2006، فأطل بسام كوسا بدور الإدعشري، وهو رجل شرير يقوم بسرقة أموال أبو إبراهيم ويقتل حارس الحارة أبو سمعو طمعا بأن يصبح من وجهائها، لكن سرعان ما يموت نجله معروف وينال منه المرض فيعترف وهو على فراش الموت بذنبه. استطاع باب الحارة أن يحقق تفوقا دراميا عربيا لا مثيل له في السنوات الأخيرة، وكان الإدعشري أو بسام كوسا أحد أعمدة هذا النجاح، لكنه لم يطل بأي جزء جديد من العمل رغم الدعوات المتكررة له ليطل بظهور جديد، لكنه دوما كان يرفض. كما أسلفنا سابقا، فقد أبدى بسام كوسا رفضه المطلق للعودة لمسلسل باب الحارة، وعلل ذلك في إحدى التصريحات الإعلامية حيث قال: باب الحارة ظاهرة جديدة أن نبدي رأينا فيه سواء كان الرأي سلبيا أم إيجابيا، شاركت في الجزء الأول فقط، لكن الذي شجع على إنتاج الأجزاء الجديدة هو الاقتصاد، أو بالمعنى الأصح التجارة. لقد دعيت للعودة إلى باب الحارة لكنني رفضت رفضا قاطعا، فالمسلسل ذهب إلى اتجاهات أخرى ولن أشارك فيه. لسنوات طويلة حافظ الممثل السوري بسام كوسا على أن تكون حياته الشخصية والزوجية والعائلية خارج التداول الإعلامي، حيث لا يعلم المتابعون عن حياته إلا المعلومات الأساسية، وهي أنه متزوج منذ سنوات ولديه نجلين هما وجد وثائر. كشف بسام كوسا في إحدى المقابلات الصحفية التي أجريت معه عن خلاف كبير مع نقابة الممثلين السوريين، حيث قال: هي ليست نقابة، هي مزرعة، وليست هذه النقابة جديرة لأقول عنها المزيد. أما عن وزارة الثقافة فقال بسام كوسا: لا أريد شن حروب على أي جهة، ولكن هي أزمة من ضمن الأزمات في البلد،
فهي لم تقدم سوى الاستعراضات. حصد بسام كوسا في مسيرته الفنية العديد من الجوائز والتكريمات، من أبرزها جائزة أفضل ممثل عن فيلم المتبقي من مهرجان طهران، جائزة أفضل ممثل عن فيلم الكومبارس من مهرجان معهد العالم العربي بباريس، جائزة أفضل ممثل عن فيلم تراب الغرباء من مهرجان البحرين، جائزة عن مجمل أعماله ومسيرته الفنية الغنية من مهرجان أدونيا لعام 2005، جائزة أدونيا 2009 كأفضل ممثل دور أول عن دوره في مسلسل سحابة صيف، جائزة أفضل ممثل عربي في مهرجان الموريكس دور، وجائزة أفضل ممثل عربي في مهرجان جوردن أوردز عن دوره في مسلسل وراء الشمس، وغيرها من الجوائز والتكريمات. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.